عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم قناه النصوص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. النهارده هنعمل مع بعضينا ان شاء الله اكلتنا الجميله دي اللي هي السبانخ، طبعا مفيده وكلها حديد للصغيرين والكبار، جميله جدا، الاكله الشعبيه بتاعتنا المصريه الأكلات الجميله المصرية الأصيلة. حلوه. وادي الفراخ بتاعتنا اهي منقوعه طبعا عشان الزفاره كده اهي، وهنا البصل بتاعنا جاهز اهو، وتومنا طبعا عشان التقليه بتاعتنا، وهنعمل شويه بدنجان مملح الخلطه بتاعته اهي، والطماطم بتاعتنا. هروح بقى لغايه البوتاجاز ان شاء الله كده، وهنحط الفراخ بتاعتنا على النار. البدنجان اهو بتاع التمليح اللي قلت لكم عليه بالسلق، لسه حاطينه اهو، حتى لسه بيبخر نفسه اهو. ميه نحط المستكة والحبهان بتاعنا اهو، ورق اللي انا قلت لكم بس تحطيه حنفية كده يا جماعة عشان السبانخ. يا جماعة معانا شغالة هنا على النار، والفلوس اللي ملح بس البصل حسبتين صغيرين جدا. حطينا الفراخ اهي يا جماعة، بس طبعا ما طلعتش الريل بتاعتها اهي، محطوطة تغلي غلوة، هتغلي غلوة بس كده، ونطلعها هنا ونحط المقلية بتاعتنا خلاص اهي. ننزل بقى الطماطم بتاعتنا، نزود لها طبعا ايه، تغلي شوية ونزود لها حبة الشوربة بتاعتها. بص اهي يا جماعة شايفين اهي بتتسبك، طبعا انا مش بسبك اوي اوي اوي. هي هنحطه بقى السبانخ بتاعتنا، اللي حابب بقى يحط لها رز يحط لها حمص، في ناس كتير فريك يحب يحط لسان عصفور، لسان عصفور، كل الحاجات دي حلوه ليه، بس انا مش هحط حاجه عشان هما عايزينها من غير حاجه. بصي تنزل كل ده، تنزل تحت بتبقى عاليه بس كده في الاول، وبعد كده بتنزل على تحتها برضه. اهي يا جماعه زي ما احنا شايفينها. اهي يا جماعه الفراخ شغاله معانا جميله ازاي، شربتنا زي العسل وحلوه اهي. طب انا حاطه في البصل هنا، حتى بصل اللي هو الاحمر مش الابيض، الابيض بيدي بياض، بيدي للشوربه طبعا تبقى بيضة، هنا بتبقى غامقه شويه معايا عشان عامله بصل احمر مع نحط بقى الشوربه وهنا وارجع لكم تاني اهو. نقلبها بقى من تحت لفوق كده، هي كده كده بتنزل تهبط على تحت، نسيبها بقى تتسبك وتستوى مع بعضيها، وبعدين هنرجع لكم تاني وهنرجعوا تاني لكم تاني يا جماعه. بنعمل بقى البدنجان لسه مطالع من على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الميه لازم تدوسوا عليه دوسه كده، انا طبعا مش فاتحاه لكن برضو بيخش له ميه، اهم حاجه الخطوه دي عشان الميه ما تبقاش جواه، اللي حابب ميته يعني يبقى قطره شويه. ماشي هنكمل بقيه الحاجه كده ونرجع لكم تاني لكم تاني يا حبايبنا. ده التوم وال التوم، خلطة التوم فلفلاية حرقة وفلفلاية باردة معاهم عشان طبعا ميبقاش حرق قوي، ومعانا الليمونة والخل. هنخلص بس كده نكمل كله بالطريقة بتاعتنا الحلوة دي. هما اساسا ايه يعني جايبين حبة صغيرين على قد طبعا انفار الشوربة، انتوا طبعا تجيبوا حسب انفاركم طبعا. طلعت والله سمعناها. نعصر بقى عليها الليمون كده يا جماعة اهي، ليمونتنا بتبقى جميلة، نحطها برضو معاها تدي طعم حلو، نكهة حلوة للبدنجان.
شوية خل بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بس شوية صغيرين كده على قد الكمية اللي عندنا. هنحط بقى عليهم شوية زيت زيتون دلوقتي يا جماعة، هنحط بقى عليها يا جماعة رشة زيتون، رشة زيت بأي حاجة، زيت زيتون أي حاجة، أي زيت اللي عندكم، أي زيت طبعا في البيت اللي مش عايز ما يحطش، اه اللي مش حاببها، بس هي بتدي نكهة جميلة قوي، بتلمع البدنجان بيبقى ايه بيلمع كده. نقلي بقى كده يا جماعة زي ما احنا شايفين اهي، التقلية بتاعت السبانخ، توم توم وكزبرة خضراء ومعلقة الزبدة بتاعتنا والسمنة، أي حاجة عايز تشوفني جميل ازاي. وهنا السبانخ اهي شغالة معانا زي الفل، بتغلي يا جماعه، بس خضرة ازاي وجميله. مكترش الطماطم، اللي بيحب الطماطم من كتير بس انا حاطه عليه شويه طماطم مش كتير قوي. رز عشان دي قربت خلاص، دي خلاص اهي الفراخ خلاص هطلعها، طلعها قدامكم خلاص كده. صفيها بقى كده من الشوربه بتاعتها، جازت معانا شايفينها، فلما هبطت كده بالشكل اللي احنا شايفينه كده هي استوت بتومه. هو كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزلها على السبانخ بتاعتنا كده اهي. كده خلصت السبانخ بتاعتنا، نقلب بقى تقلبتين كده عشان التومة والكزبرة هي اللي بتدي طعم حلو للسبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، نحمر مع بعضينا اهو. طبعا ايوه رجعنا لكم تاني، قلبناها على الناحية التانية، قلبناها على الناحية التانية، ونحط هنا معلقة زبدة. رجعنا لكم تاني يا جماعه، ادي الاكل اللي احنا عملناه مع بعضينا. طب ازاي كده؟ اهو الاكل اللي احنا عملناه مع بعضينا يا جماعه، السبانخ اهي خلصت، وادي البدنجان، وادي الفراخ اهي. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه.